مساء الخير، عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل مع بعض منهج الصف الرابع الابتدائي اللغة العربية الفصل الدراسي الأول. النهاردة درسنا على النشيد الوطني إسلامي يا مصر، إسلامي يا مصر. النص الشعري يلا هنقوله مع بعض. إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهامه أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. تعالوا نقولها بلحن شوية. اسلمي يا مصر انني الفدا، ذي يدي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لن تستكيني ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي انت بعد الدين دين، لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي، ان رمى الدهر سهامه اتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. بعد ما سمعنا النشيد مع بعض، عايزين نعرف مين هو الشاعر اللي كتب النشيد ده. التعريف بالشاعر: اسمه مصطفى صادق الرافعي، اسمه مصطفى صادق الرافعي. ميلاده: ولد عام 1880، ولد عام 1880 ميلادية. نشأته: ولد ونشأ في محافظة القليوبية، وفقد سمعه وهو في 30 من عمره، يعني مبقيش قادر يسمع وهو عمره 30 سنة، ولم يمنعه ذلك عن مواصلة القراءة والاطلاع وطلب العلم، حتى أصبح من أشهر الشعراء والكتاب في مصر. يعني بالرغم أنه هو فقد سمعه، يعني مش قادر يسمع، ده ما أثرش عليه ان هو يكمل في القراية والاطلاع ويدور في كل مكان عن الشعر العربي والمصري، لغاية ما بقي من أشهر الشعراء والكتاب في مصر. من أعماله، يعني من الكتب اللي كتبها أو ألفها، كتاب وحي القلم، كتاب وحي القلم. وفاته، يعني اتوفى عام 1937، اتوفى عام 1937 ميلادية. تعالوا مع بعض نعرف بعض المعاني اللي في النشيد. اسلمي عيشي في سلام وأمان، اسلمي عيشي في سلام وأمان. الفدا التضحية بالنفس، ذي هذه. مدت بسطت، أبدا دائما. تستكيني تخضعي، أرجو أتمنى. اليوم المراد أو المقصود بها الحاضر، غدا المراد المستقبل، يعني مقصود بها المستقبل. عزمي إصراري، الجهاد الدفاع عن الوطن. رمى ألقى أو قذف. الدهر الزمن. سهامه المراد بها أو المقصود بها النوائب والمصائب. أتقيها أحميها. فؤادي قلبي. حين وقت. يلا نشوف مع بعض الكلمة ومضادها، يعني الكلمة وعكسها. اسلمي عكسها اهلكي. مدت قبضت. تستكيني تعزي تكرمي. أرجو أيأس. غدا أمس. عزمي ضعفي أو تكاسلي. الجهاد
القعود، بعد قبل، السلامة الموت الهلاك، سلام حرب، رمى أمسك تلقى، أتقيها أؤذيها. مستعدين نشوف الكلمة مفردة والجمع بتاعها؟ يلا بينا. يد أيد أو أياد، الدنيا الدنا، اليوم جمعها إيه؟ الأيام. واخدين بالكم هنا اليوم أولها ألف ولام في المفرد، وفي الجمع هتبقى أولها ألف ولام برضو. قلب قلوب، الدين الأديان، الدهر الدهور أو الأدهر، فؤاد أفئدة، حين أحيان. الجمع ومفرده: بلادي بلدي، سهام سهم. يلا استنونا بقى في مظاهر الجمال وباقي شرح النص الشعري في فيديو جديد. باي باي.